أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الاستهداف الأمريكي للقيادات العسكرية الإيرانية في صنعاء. قال مصدر أمريكي مسؤول أن الولايات المتحدة استهدفت مسؤولا عسكريا إيرانيا في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في اليمن. ونقلت CNN عن المصدر أن أمريكا استهدفت المسؤول في نفس الليلة التي قتل فيها قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، لكن العملية باءت بالفشل دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد نشرت تقريرا حول ذلك الاستهداف، مشيرة إلى أن عبد الرضا شهلاي هو المستهدف في تلك العملية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب ودوافع أمريكا لاستهداف القيادات الإيرانية في صنعاء، وأثر هذا الاستهداف على واقع الحرب مستقبلا. محاولة أمريكية فاشلة لقتل ضابط إيراني بارز في صنعاء، تحول هو الأخطر في موقف واشنطن من الحوثيين ومن يدعمهم بعد أعوام من الوقوف في منطقة وسطى بين الرضا عن الحوثيين والقبول بالحرب عليهم. الضابط المستهدف هو العميد عبد الرضا شهلائي، القيادي البارز في الوحدة 400 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي كان يقوده الفريق قاسم سليماني قبل مقتله في عملية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي في 3 من شهر يناير الجاري. تؤكد الحكومة الأمريكية أن العميد شهلائي الذي يعتقد أنه المسؤول المالي في فيلق القدس متواجد في صنعاء، وقد رصدت مطلع ديسمبر الماضي مبلغ 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله. شهلائي متهم بالضلوع في القيام بجرائم إرهابية بعضها وفقاً للرواية الأمريكية استهدف مواطنين أمريكيين، كما أنه خطط أيضاً لاغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير عندما كان يتولى منصب سفير بلاده لدى واشنطن، ويتهم كذلك بالتورط في عمليات واسعة لتهريب الأسلحة للحوثيين وإدارة الدعم اللوجستي والتسليحي الذي تقدمه طهران لميليشيا الحوثي الانقلابية. لا تتوفر تفاصيل دقيقة حول عملية الاغتيال الفاشلة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد شهلاء في صنعاء بطائرة مسيرة على الأرجح، ولم تتبنى وزارة الدفاع الأمريكية العملية بشكل علني، لكن مسؤولين أمريكيين أبلغ وكالة رويترز بأن واشنطن نفذت عملية سرية في اليمن استهدفت مسؤولاً عسكرياً إيرانياً، وأن العملية تزامنت مع الضربة التي نفذت في نفس اليوم وقتلت فيها الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. تفاجأ الحوثيون ربما بالعملية الأمريكية التي أرسلت رسائل قوية على أن سياساتها تجاههم قد تغيرت، وأن دور الوساطة الذي أبقى الأمل لدى الميليشيا بحصاد سياسي مجزي لمغامراتهم العسكرية التي جرى معظمها تحت أنظار أمريكا ومباركتها بات اليوم محفوفاً بالمخاطر وتقلبات المفاجئة. فها هي صنعاء كما هي بغداد تتحول إلى مسرح لتصفية الحسابات وإلى ساحة صراع بالوكالة. الجديد فيها أن الطائرات المسيرة الأمريكية لم تعد تلاحق من تصفهم بمتطرفي القاعدة فقط، بل اتجهت نحو استهداف عناصر أجنبية دفعت بها إيران للمساعدة في تحويل اليمن إلى مجال نفوذ حيوي لها، فيما يجري تنفيذ مخطط كهذا تحت شعارة ملتهبة عنوانها المواجهة مع أمريكا وباطنها يضمر أهداف السيطرة الطائفية على اليمن. أبدأ النقاش مع ضيفي من العاصمة السعودية الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. أهلا بك عبد العزيز. أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام. بداية، تعليقك على عملية الاستهداف الأمريكية وفق ما نشر في الصحافة الأمريكية استهداف عبد الرضا شهلاي. لا أعتقد أن الرواية صحيحة البتة. أولا لا يوجد أي قصف مؤثر على أي منطقة من المناطق أو المناطق الحيوية للحوثيين، لا يوجد أي قصف طائرة بغير طيار أو بأي نوع من أنواع الطائرات. الشيء الثاني، ذكر التقرير على أن العميد شهلائي هو مشارك في الإعداد أو بهجمات لقتل الأمريكيين. أين قتل الأمريكيين هؤلاء خلال سنتين أو خلال 3 سنوات أو خلال 4 سنوات أو خلال 5 سنوات؟ لم يقتل أي جندي أمريكي من قبل الحرس الثوري الإيراني أو أي من الفصائل التابعة له. الأمور هذه أثيرت أخيرا في الفترة الأخيرة نتيجة قيام أمريكا بقتل سليماني، وقتل سليماني لم يكن من لأنه بيستهدف قوات أمريكية أو مجندين أمريكيين. قتل سليماني نتيجة اختلاف أمريكا مع إيران على الكعكة العراقية. فأعتقد أن حتى قضية محاولة اغتيال السفير السعودي السابق الجبير في واشنطن، عندما تقرأ القصة نفسها
تجد أن القصة كانت مستخدمة أكثر من كونها أقرب إلى الواقع، ليست عملية استخباراتية. مجرد السفير الإيراني أو شهلائي أعطى مجموعة من تجار المخدرات فلوس قال روحوا اقتلوا الجبيل، يعني عملية أقرب إلى السذاجة، إلا إذا كان هناك من تحت طاولة ما تحتها. نعود إلى قضية شهلائي، أنا أعتقد الآن وثيرة القضية هذا ليس من مصلحة، حتى ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية معاداة الحوثيين في الفترة الحالية، ليس لأنهم سوف يستهدفونها أو يواجهونها، بل لأنها تستخدمهم ضد السعودية لابتزاز السعودية ودول التحالف العربي لشراء الأسلحة. نعم. طيب ماذا عن نيويورك تايمز نشرت خبر وتقرير على سي ان ان، ماذا عن وسائل الإعلام الأمريكية، ما مصلحتها في نشر هذا الخبر وفق مصادر أمريكية؟ تضامن مع حكومتهم، تضامن مع رئيسهم، تضامن مع دولتهم. يعني هل نفذت الولايات المتحده تتضامن السي ان ان مع ترامب؟ لحظه خليك معي. الو معك سعد. التقارير قالت قتلوا مواطنين امريكيين، اين قتلوا؟ هات لي مواطن امريكي قتل خلال 5 سنوات، خلال 6 سنوات، يعني طيب بعمليه غامضه او بعمليه استخباراتيه. كل الذي قتلوا من الامريكيين يعني قبل عده ايام قتلوا امريكيين في قاعده امريكيه في كينيا، وربما قتلوا امريكيين في افغانستان، والجهات التي تقاتل امريكا هي القاعده وفروعها في هذه المناطق. التقرير بامته فقط انه تجيش للحرب ضد ايران في الفتره الاخيره. ثانيا، عندما تقول الولايات المتحده الامريكيه انها قامت بعمليه سريه ضد شهلائي، العمليه الاستخباراتيه تتم يعني وفقا لناس موجودين على الارض. اين تمت هذه العمليه؟ لا توجد اي خيوط أو امور منطقيه. ما تقوله الصحافه الامريكيه شيء، لكن الحقيقه والواقع شيء اخر. نحن نعرف ان امريكا كانت وما زالت وسوف تظل تدعم الحوثيين لمصلحتها ولابتزاز دول السعوديه ودول الخليج لشراء الاسلحه. نعم. طيب ينضم الينا من الرياض ايضا اللواء محمد القويبان، اهلا بك سيد اللواء. استاذ محمد تسمعني؟ طيب اعود للاستاذ عبد العزيز الهداشي مره اخرى. طيب استاذ عبد العزيز، طيب نحن اذا ما تحدثنا عن هذه العمليه تقول انه لم تحدث عمليات في مناطق سيطره ميليشيا الحوثي يمكن رصدها لطيران بدون طياره وهي عمليه اخرى، وهل اذا ما حدثت عمليه هل سيتم الاعلان عنها برايك من قبل ميليشيا الحوثي؟ هل يتم الاعلان عن كل العمليات التي تتم؟ طبعا الحوثيين حتى قتلاهم هم الذي يعلنوا عنهم ويتحفظوا على كثير من القتلى. تتذكر طه المدني انه قتل في المناطق في المحافظه الوسطى وهو قيادي عسكري كبير ولم تعلن عنه الحركه الحوثيه. الصماد قتل بطائره بغير طيار في الحديده، والذي تم الاعلان ولم تعلن الجماعه الحوثيه عن مقتله الا بعد ان رتبوا لما بعد لخلافته او لتجهيز امورهم الى ما بعد مقتل الصماد. ليس من الضروري ان يعلن، ولن يعلنوا حتى لو حصلت لن يعلنوا، لكن لا يوجد دليل ملموس على وجود هذه العمليه. حتى امريكا ما حدثت لي بطائره بغير طيار، هل هي كانت عمليه استخباراتيه على الارض؟ لا اعتقد. كل الذي دار هو عباره عن تكهنات وانباء صحفيه لا نعلم مدى صحتها ومصداقيتها، لا يوجد شيء ما يثبت. لكن الذي اعرفه ان الحوثيين لو تدخلوا في قضيه مقتل سليماني فان امريكا سوف ترد عليهم بعمق، وبالتالي جميع الحركات والفصائل بما فيهم حسن نصر الله حسن نصر الله في خطابه الاخير لم يتجرأ على ذكر اسرائيل ولم يهدد ويتوعد بالرد من خلال اسرائيل، بل لم يتوعد بقتل جنود امريكيين، وانما قال ان الثار لسليماني ياتي من عبر اخراجها من المنطقه. كيف؟ الله اعلم، لكنهم لم ولن يجروا في هذه الظروف. حتى ايران نفسها في الرد حقها قصفت مناطق وصحراء خاليه في منطقه عين الاسد، ومن شده ارتباك ايران في هذه المعركه او في هذا الحادث، من شده الارتباك اطلقت صواريخ على طائره مدنيه موجوده في سمائها، رغم ان الطائره تحركت من مطار طهران،
وهو ما يدل على الارتباك والضعف وقلة التنسيق وضعف الأجهزة لدى إيران. لا أعتقد بصحة قضية شهلائي، وأعتقد أن الأمر مبالغ فيها. نعم. طيب، أرحب مرة أخرى بضيفنا من الرياض اللواء محمد القبيبان. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا، حياك الله. ما بين توصيف العملية التي قيل أنها حدثت في صنعاء لاستهداف شهلائي من قبل الإعلام الأمريكي بأنها فاشلة، وتشكيك الأستاذ عبد العزيز الهداش المحلل العسكري ضيفنا من الرياض، ما رأيك أنت؟ هل حدثت هذه العملية؟ وهل يمكن إلى أي حد ممكن أخذ المعلومات الصادرة عن الإعلام الأمريكي بجدية أنه حدثت عملية فعلا استهدف فيها شهلائي في صنعاء؟ يعني أنا أقول لك فيها نوع من الجدية، يعني فيها نوع من المحاولة لاستهداف بعض قادات خلينا نقول الحرس الثوري المتواجدين أذرع إيران في المنطقة. السبب يعني أنا برأيي أنه يعني في بعد ما تم قصف أو قتل سليماني والمهندس، وتوعد الحرس الثوري بردات انتقامية، أنا اعتقادي أنه الردات الانتقامية التي كانت على القواعد العراقية هي مجرد خلينا نقول ذرة رماد في العيون، وليس هو الانتقام الحقيقي. الاستخبارات الأمريكية أنا أثق في تقاريرها، أثق ما يتحدثون عنه. لو كان الخبر صادر عن غير السين مثلا، لو قلنا أنه صادر عن الفاكس نيوز ولا أنه صادر على أي قناة من الذين يناصرون الرئيس، أنا ممكن أقول لك أنه الخبر صحيح. لكن السين إن الأيام هذه بالذات الأيام دي هي يعني تكذب الرئيس في العديد من المواقف، وهنا حرب إعلامية على الرئيس الأمريكي خاصة حتى ولو بعد استهداف سليماني. فالفكرة بما فيها أنه أنا أعتقد أنه فعلا قامت القوات الأمريكية بمحاولة لاستهداف رضا الشهلاني في صنعاء ولكن لم تنجح. ليش؟ لأنه هنا الفكرة تأتي حيكون انتقام. الحرس الثوري لم يدع عملية قتل سليماني معلك من المهندس، بقدر ما أنه سليماني كان يعني يشكل ثقل كبير، وليس أنه يعني في الحقيقة بإبداعاته، لا، هي بتواطؤ من بعض الأنظمة العربية، بتواطؤ من بعض المكونات، بتواطؤ من يعني بعض الشعوب في إيجاده وتواجده ودعم له من قبل هذه الدول التي هو يسرح ويمرح فيها. فبرأيي أنه هنا مخطط، والاستخبارات الأمريكية يعني تتابع الحدث عن قرب. هنالك نية للانتقام لضرب سليماني، عفوا للانتقام لسليماني في أحد المناطق. يعني نحن يجب أن لا ننسى هذه الثورة التي قامت بعدما استهدف سليماني من قبل أذرع إيراني، الحوثي، حسن نصر الله في العراق طلبوا بإخراج القوات العراقية. لا، فيه شيء كان يخطط أو يخطط لعمليات مستقبلية، لأنه أولا الضربة كانت موجعة، لن يكون هنالك بديل، لن يرضى يعني الشعب الإيراني حتى لو أنه الآن يثور على خروج الخميني أو يعني طرده من الحكم بعد إسقاط الطائرة وفيها أكثر من 70 إيراني، هذا موضوع ثاني. لكن أنا برأيي أنه لن يهدأ الحرس الثوري ولن يهدأ النظام الإيراني حتى يعاود الانتقام. فهي قد تكون عملية استباقية، لم يكن هنالك عمل يعني ممنهج، عمل احترافي، لم تنجح الاستخبارات باصطياده، ولكن أنا أتوقع أنه حيكون مطاردة لأعضاء الحرس الثوري في كل من اليمن والعراق. لبنان قد لا يكون هنالك مطارده كثيره، لانه الوضع حساس مع حزب الله، لا في اتفاقيات والى اخره، لكن في العراق وفي اليمن حتكون هنالك مطارده، لانه الانتقام قادم. ما حصل باطلاق صواريخ انا اسميها صواريخ كرتونيه ويعني مسرحيه مضحكه بصراحه، اطلاق هذه الصواريخ، منها ما سقط في الارض ومنها يعني ما اصاب القاعده في فقط أشياء متعلقة باللوجيستكس الإمداد، ولم يكن هنالك إصابات.
طيب ساعود لك سيادة اللواء. آخر نقطة بس، لا آخر نقطة، آخر نقطة كنت بقول إنه حتى يعني يهدأ الشارع، وليس الشارع الإيراني لا، حتى يهدأ الأمريكي الذي هو متوقع ضربة، ويكون هنالك استيعاب بأنه هذه الضربة مقابل هذا ما حصل. طيب ساعود لك، أقول لك طيب. أتوقع لك. طيب أن تقول بغرض التهدئة، وأنا سأعود لأسألك لماذا هي صواريخ كرتونية باتجاه الأهداف الأمريكية، لكن إيران والحوثيين عندما يستهدفون المنشآت السعودية ربما لا يستهدفون بصواريخ كرتونية. سأعود لتناقش معك في هذه النقطة وإن كانت بعيدة قليلا عن موضوع هذه الحلقة. أستاذ عبد العزيز الهداشي، هل تعتقد وتتفق في الطرح مع ما طرحه اللواء محمد القبيبان أنه تستمر هناك عمليات متتابعة لاستهداف قيادات تابعة وقريبة من الإيرانيين سواء في العراق واليمن؟ أولا تعقيب بسيط، ليس من مصلحة أي مخابرة في العالم أن تعلن أنها فشلت في أي عملية عسكرية أو عملية اغتيال، ليس من مصلحة أي مخابرة في العالم. وفي حالة أعلنت هي عبارة عن تنبه الشخص هذا استعد نحن آتي لاغتيالك، إلا إذا كان الغرض من الإعلان هذا هو التخويف، هو التخويف وليس التحذير. هذا في اعتقادي. نعم، ما هو سؤالك؟ طيب بما أنك أنت تطرقت لهذه النقطة، لكن قبل هذا التخويف وهذا الاستهداف الذي وصفته لشهلاي، كان هناك إعلان من قبل الحكومة الأمريكية عن مكافأة قيمته 15 مليون دولار لمقابل رأس شهلاي، يعني أنه شخص مهم وهدف مهم بالنسبة للأمريكان. على الإعلان الأمريكي يعني ممكن، يعني إذا كانت العملية العسكرية والعملية الاستخباراتية جادة لم يكونوا بحاجة للإعلان، وبحاجة لإعلان الفشل تاليا. لديهم مخابرة على الأرض، لديهم أجهزة تنصت، لديهم أقمار صناعية، يستطيعوا عبر بصمة الصوت، عبر بصمة الصوت اتصالاته أو عبر عملائهم على الأرض تحديد موقعه. بالنسبة شوف الاغتيال سليماني كان سهل جدا لأنه كان يتحرك بشكل علني، لكن بالنسبة لشهلائي هو الآن وسط، يعني تجده في خندق في نفق وسط 20 مليون نسمة، من الصعب أن تجده. طيب ماذا عن توقعات القضية؟ الأفضل منك الغرض منها التحذير والتنبيه أكثر من ما هو الفعل، من الفعل نفسه، من الاغتيال نفسه. طيب ماذا عن توقعات اللواء محمد القبيبان أنه تكون القيادات الإيرانية الموجودة في اليمن هدف للأمريكان؟ أنا بالنسبة لي قد ربما قد أختلف معه إلى حد ما، أنه إذا استمر الحوثي بعدم التعرض للمصالح الأمريكية في الفترة القادمة فسوف يستمر شهر العسل بينه وبين أمريكا. لو أعود لتذكيرك عندما سقطت صنعاء في 21 سبتمبر 2014، في هذه الحالة جميع السفارات في أنحاء العالم عندما تسقط العاصمة تغلق أبوابها، السفارة الأمريكية لم تغلق بابها، جميع السفارات الغربية والأمريكية عندما تسقط أي عاصمة أو قبل سقوط العاصمة تدعو رعاياها إلى عدم السفر للدولة الفلانية، أمريكا لم تقم بهذا. رأينا في مسقط أيام وزير الخارجية كيري وهو يتوسط الحوثيين. أعتقد أن أمريكا راضية عن الحوثيين طالما لم يتعرضوا لمصالحها بشكل مباشر. وأنا قلت لك عد إلى 5 سنوات، 6 سنوات وهات لي جندي أمريكي أو مجند أمريكي أو مواطن أمريكي قتلته إيران أو أذرع إيران. القضية التي حصلت في العراق أن الحشد الشيعي تجاوز الخطوط الحمراء المرسومة له باستهداف قاعدة عين الأسد وقتل مجند أمريكي. هم مختلفين عن الكعكة العراقية. الكعكة اليمنية لا توجد في اليمن نفط وغاز بالقدر الذي يثير لعاب الأمريكان أو غيرهم. سوف يستمر شهر العسل بين الحوثي وامريكا طالما الحوثي لم يتعدى الخطوط الحمراء، اما باستهداف سفن في البحر الاحمر، اما باستهداف منشات امريكيه. طالما الحوثي بعيد عن هذا كله لن تتعرض له امريكا. طيب اعود للواء محمد القبيبان، اذا في ذات السياق الذي تحدثت عنه في الانتقام ما بين الايرانيين ربما والامريكان، يتوقع الأستاذ عبد العزيز الهداشي أن يستمر شهر العسل وسنوات العسل بين الأمريكيين والحوثيين، وبالتالي ربما لا تكون هناك أي عملية انتقام أو أهداف أمريكية، وأنت وصفت أن الصواريخ التي أطلقت باتجاه الأهداف الأمريكية في العراق هي كرتونية ربما، هل يمكن
أن تكون السعودية محطة للانتقام من قبل الحوثيين؟ شوف، كل المواقع أتوقع أنها تكون يعني مكان انتقام لمقتل سليمان. وبرأيي الشخصي يعني يمكن نتفق مع الضيف الكريم فيما يخص أنه الأمريكان يعني أو نايمين فيما يخص التعامل مع الحوثي ما دام أنه لم يتم الاعتداء على أمريكي. وهذا وهذه سياسة الأمريكان، يعني من عرفنا أنه في حال أنه لا يوجد هجوم على أي شخص أمريكي أو قوات أمريكية لن تتدخل أمريكا. لكن الآن المشهد تغير، المشهد تغير. يعني طيب، أعود للأستاذ عبد العزيز، فقدنا اتصال باليوم محمد القبيبان. أستاذ عبد العزيز، فيما إذا صحت الأخبار التي تحدثت عن استهداف شهلاي، هذا الاستهداف هل سيؤثر على مستقبل الحرب في اليمن؟ وهل يمكن القول أن هناك ربما تغير في الأجندة الأمريكية إذا ما صحت الأخبار؟ إذا هناك تغير في الأجندة الأمريكية، فلاحظ أن الحوثيين من بداية الحرب يقولوا بيقاتلوا أمريكا. إذا ما حصل تغير فعلي في الأجندة الأمريكية، والمطلوب في الأجندة الأمريكية ليس الحماية العسكرية، ليس الدعم، ليس المشاركة في الحرب، لأن هذا قد يكون في صالح الحوثي، يستثير الناس للغزو الأجنبي، لكن أن تقوم أمريكا بالتخلي عن الدعم السياسي للحوثي. لا تنسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اشترطت إدخال الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني. لا تنسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فرضت للحوثي حوالي 35 مقعد في مؤتمر الحوار الوطني. لا تنسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي منعت استكمال تحرير الحديدة. لا تنسى أنه في عام 2016 أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ضغطت على التحالف ليضغط على الشرعية لإيقاف معركة جبهة نهر. المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن تبني الحوثيين، لا أن تدخل في المعركة، تتخلى عن الحوثيين فقط. فهي الداعم، فهي أشباب الأمة الرؤوم بالنسبة لهم خلال يعني من قبل سقوط صنعاء إلى يومنا هذا. إذا تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الحوثيين فالاتجاه المعركة سوف يختلف. يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي وضعت خط أحمر على معركة الحديدة، إذا سوف تتحرر الحديدة من الحوثيين. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي وضعت خط أحمر في فرض أثناء لا يمكن تجاوزه. إذا تجاوزنا هذه إذا الولايات المتحدة رفعت يدها سوف نتقدم باتجاه صنعاء. الولايات المتحدة الأمريكية ليس المطلوب أن تدعم عسكريا وتشارك عسكريا ضد الحوثي، المطلوب أن تتخلى عنهم، أن تقطع عنهم الاحتضان السياسي. نعم، أشكرك جزيلا عبد العزيز الهداش المحلل العسكري، كنت معنا من الرياض. أعود للواء محمد القبيبان، المطلوب الآن وفق الأستاذ الهداشي أن يتم رفع الدعم عن الحوثي من قبل الأمريكيين، هل نتوقع شيء في هذا المسار بعد تطورات مقتل سليماني؟ اليوم محمد القبيبان تسمعني سيدة اللواء؟ إذا شكرا جزيلا للواء محمد القبيبان وللأستاذ عبد العزيز الهداشي، كان ضيفنا من الرياض. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج زوايا الحدث. في الختام تحية منتج الحلقة عبد الرقيب العبارة، في أمان الله.